شكرا للزميلة منى الأنصاري على الأخبار الاقتصادية، وأهلا بكم في فقرة أخبار تعليم المنطقة الشرقية. للسنة السادسة على التوالي تنفذ وحدة التوعية الإسلامية بمكتب التعليم بالخبر فعاليات حملة شواطئ الأمان لطالبات مرحلتي المتوسطة والثانوية في مقر الثانوية الأولى بالظهران. وتضمنت الحملة عددا من الأركان كركن البيضاء الذي يهدف لترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة ويحذر من الأفكار العقدية الضالة والمنحرفة، وركن أقصر طريق فهو توعوي يناقش عوائق الاستقامة في زمن المتغيرات وتنمية الرقابة الذاتية، وركن رشفة سعادة الذي يقدم فعاليات متعددة من حوارات هادفة واستشارات تربوية ومسابقات متنوعة تنتهي بقيمة وعروض متميزة. أبدأ مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن المديرس سعادته بالتكامل والشراكة بين وزارة التعليم وبين منظومة العمل في كل من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتدريب الطلاب على عدد من المهارات الفنية ضمن برنامج تعليم وعمل، والذي وقعته الوزارة بهدف إكساب طلاب وطالبات التعليم العام المهارات الأساسية لتأهيلهم للحياة العملية. وقال الدكتور مديرس خلال الاجتماع الثاني للجنة التأهيلية المهنية للطلاب المرحلة الثانوية الثاني بحضور عميد كلية التقنية بالدمام أحمد أثنيان وعدد من منسوبي التعليم ومنسوبي التعليم الفني والتدريب المهني وذلك بمقر المعهد الثانوي الصناعي، أن البرنامج يركز على عدد من المهارات الحياتية التي يحتاجها الطلاب في حياتهم. أطلقت مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية في إبقيق مؤخرا مسابقة زد رصيدك لطلاب المدرسة التي تأتي ضمن سعيها الحديث لرفع مستوى الطلاب دراسيا وسلوكيا، وكان لإشراف القائد التربوي الأستاذ خالد بن محمد العتيبي الأثر البارز في إنجاحها، كما ساهم المرشد الطلابي الأستاذ خالد الغامدي في تحقيق نتائج مميزة لها بالإضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه معلمي المدرسة في تحقيق التميز. وتشتمل المسابقة على 4 باقات ماسية ذهبية فضية وبرونزية، وتمنح الطلاب المتفوقين دراسيا وسلوكيا بجوائز تفوق قيمة الإجمالية أكثر من 10,000 ريال، وتخضع لمعايير محددة منها إتقان الطالب المهارات المطلوبة وأن يتميز سلوكيا. بعد 4 سنوات من التقاذف بين وزارة التعليم والخدمة المدنية مسؤولية طلب 11 ألف إداري لتحويلهم إلى وظائف تعليمية، ناشدوا المساعدون والمساعدات الإداريات الذين عينوا بالأمر الملكي رقم 121 تقسيم ألف والمهيئون لشغل وظائف تعليمية وزير التعليم الجديد الدكتور أحمد العيسى لحل مشكلتهم بتحويلهم على السلم التعليمي بدلا من السلم العام الذي يرون أنه قتل طموحاتهم بتعيينهم على مرتبة لم تكن في الحسبان تختص بموظفي القطاع العام وليست للمعدين للتدريس. للحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف أحد المتضررين الأستاذ سعيد القحطاني. أستاذ سعيد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، الله يحييك. أستاذ سعيد حدثنا عن قضيتكم يعني بشكل مختصر وإلى أين وصلت؟ اولا اشكر قناتكم على الاهتمام بقضيتنا واعطائنا الفرصه لوصول صوتنا لمن يهم امرنا. نعم. ثانيا اتمنى اقدم لكم تعطوني فرصه اقدم لكم موجز عن قضيتنا. اعطيني يعني بشكل مختصر اخوي سعيد بشكل مختصر. تفضل. فكما تعلمون ان في عهد خالد الحرمين الشريفين الملك عبد الله عبد العزيز طيب الله وتراه صدر الامر الملكي 1/21 نعم. بتاريخ 2/7/1432 والذي ينص على استحداث 52 ألف وظيفة تعليمية رجالية ونسائية. نعم. نتمنى تحطون تحت وظيفة تعليمية هذه خط. نعم. لمعالجة تزايد عدد الخريجين الجامعيين معدين التدريس. نعم. حيث تم رفع الخدمة المدنية تم ترشيحنا من قبل وزارة الخدمة المدنية من قوائم المفاضلة وتم إرسال أسمانا المرشحين إلى وزارة التعليم ليكون مسوغات التعيين. نعم. وتفاجأنا عند إكمال مسوغات التعيين، تفاجأنا عند صدور قرار التعيين
بأن تم تحوير جزء من تلك الوظائف التعليمية إلى وظائف إدارية دون أي طلب منا. نعم. مع العلم أننا جامعيين تربويين معدين للتدريس تنطبق علينا جميع الشروط. نعم. تمت مراجعة وزارة التعليم من معرفة سبب تحوير الوظائف إلى وظائف إدارية ولم يعطونا أي سبب مقنع. نعم. وبعد المطالبة المستمرة مع وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية لتحويلنا إلى معلمين كما نص عليه الأمر الملكي، تم الاتفاق بين وزارة التعليم والخدمة المدنية على إعطاء هؤلاء المعدين للتدريس فرصة التحويل بالتقديم على برنامج جدارة والترشح على وظائف تعليمية جديدة. نعم. خلال سنتين فقط. إذا كان هناك احتياج حسب قولهم، وقمنا بالتقديم على برنامج جدارة ولكن لم يتم تعييننا على وظائف تعليمية بحجة أن الاحتياج في تلك التخصصات صفر، حيث لم يكن هذا الاتفاق حل شامل لجميع المظلومين ولم يكن وفق آلية واضحة أو تعميم تحسين أو وفق آلية واضحة أو تعميم تحسين المستويات كما هو الآلية السائدة. نعم. وكما يتم الآن تطبيقه في برنامج التحول الوطني وقد استثنينا منه أيضا، وتم تقديم أكثر من معاملة منها معاملات جماعية ومعاملات فردية والتظلم فيها، ولكن باتت جميع تلك المعاملات تدور بين إدارات وأقسام الوزارة ومن مسؤول إلى مسؤول ولم تنتج أي حل، حيث نعم. كل مسؤول وكل قسم يخرجها عن مسؤوليته. وتم طوال السنوات الماضية مقابلة جميع الوزراء الذي تم تعيينهم منذ تعييننا أتلت الوظائف، وتم شرح قضيتنا لهم. نعم. ولم تحل قضيتنا ولم تزيد تلك المقابلات إلا وعود ولم تنفذ. آخر الخطوات تم تقديم معاملات تظلم للديوان الملكي لعلها تحل قضيتنا. نعم. وتم تحويل المعاملة لمجلس الشورى لدراستها، ولا زالت المعاملة تحت الدراسة لا نعلم إلى أين وصلت. طيب أخوي سعيد. نعم أخوي سعيد، يعني أنتوا قابلتوا الوزير الدكتور العيسى؟ قابلنا يوم الأحد الماضي. طيب كيف كان تجاوبوا معاكم حول القضية؟ شرحنا له وضعنا وقال أنا أدرس المعاملة. نعم. ولم يرد لنا أي وعود أو أي حاجة، قال أنا أدرس المعاملة وإذا فيها شيء يجيكم إن شاء الله. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله أخوي سعيد، ويعني نلقاكم إن شاء الله يعني في تقرير آخر وإن شاء الله انحلت المشكلة. الله يكثر خيرك. عندنا لدينا مطالب، عدة مطالب، نتمنى أن يتم يعني المطالب أن يتم عرضها. نعم. فنتمنى اللي هو مطالبنا لتحويل جميع الوظائف الإداريين بلا استثناء رجال والنساء إلى المستوى التعليمي. نعم. سواء على المستوى الخامس للتربوي أو المستوى الرابع لغير التربوي. نعم. الطلب الثاني احتساب سنوات الخدمة منذ تاريخ تعيينها وإعطائنا الدرجات المستحقة. الطلب الثالث لصرف جميع حقوقنا المالية بأثر رجعي، حيث أننا نستحق المستوى منذ تاريخ التعيين، وحيث أن الأمر الملكي نص على هذا. نعم. هذا الطلبات اللي نتمنى الحصول عليها إن شاء الله بإذن الله، وتأكد أن الدولة في صالحكم وتسعى دائما لرفاهية وخدمة المواطن، وإن شاء الله أنه تتحقق جميع هذه المطلبات. شكرا جزيلا لك أخوي سعيد، شكرا لك. نتمنى تعطيني فرصة بسيطة، نتمنى فيها يعني من هذا المنبر الإعلامي وناشد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. نعم. وولي عهدي وولي عهده وزيرنا وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بحل قضيتنا حل جذري. حنا طوال خمس سنوات أو أربع سنوات تعبنا وإحنا نطالب ولا لم نحصل على أي نتيجة. بإذن الله يصل صوتكم وتنحل هذه القضية سريعا إن شاء الله. شكرا للسيد، شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا أخي سيد القحطاني. حسب مصادر مطلعة أن قضية الكادر الإداري تحولت إلى مجلس الشورى للنظر فيها، وتبنت هذه القضية إحدى عضوات مجلس الشورى بلجنة الموارد البشرية. للحديث أكثر حول الموضوع سيد داخل معنا بعد قليل الأستاذ عادل البلوي. أهلا بكم. الحديث أكثر حول الموضوع يتداخل معنا الآن الأستاذ عادل البلوي. أستاذ عادل مساك الله بالخير. هلا بسلور أخوي. أستاذ عادل، هل هناك مستجدات حول قضيتكم بعد رفعها لمجلس الشورى؟ مستجدات أخوي القضية؟ نعم، في مجلس الشورى. نعم. وتحولت المعامل لمجلس الشورى. نعم. تبنت لجنة الإدارة والموارد البشرية. نعم. وكانت الأخت دلالة حربي الله يجزاها خير تبني الموضوع في اللجنة. نعم دكتور. اللجنة كلها تبنت الموضوع مثل ما وصلنا. نعم.
ونتمنى ونعمل منهم نجد حل عاجل للقضية، لأن الحق واضح للجميع باعتراف كثير من الإعلاميين والمسؤولين، وأكد لك ناس بالوزارة معترفين بحقنا، يعني شخصيا الناس بالوزارة اعترفوا أن أصحاب حق وأن الأمر الملكي كله تعليمي، 52 ألف وظيفة تعليمية للمعدين للتدريس، والاستفادة من سائب أعداد المعلمين والمعلمات، لم يتطرق الأمر الملكي لكلمة إداريين وإداريات. الملك عزل الله يرحمه اعتمد الأمر الملكي اللي هو رقم ألف تقسيم 121 تاريخ 27433 تزايد أعداد خريجي الجامعات المؤدين للتدريس. يعني هذه الكلمة كافية لكل شيء، يعني مؤدين للتدريس. آلية تنفيذ البرنامج هو وزارة التربية والتعليم، 52 ألف وظيفة تعليمية من التأكيد للتوظيف الأمثل والاستفادة من سائب أعداد المعلمين والمعلمات، هذا موجود في نص الأمر الملكي، يعني يقول لك الاستفادة من سائب أعداد المعلمين والمعلمات. وشيء ثاني، نص الأمر الملكي الخطة التفصيلية واضحة، 13 ألف وظيفة للرجال و39 ألف وظيفة للبنات، توفيرها من بداية العام 32-33 ولم تبدأ من عام 32-33، وهذه أكبر مخالفة للأمر. تأجل الأمر 3 شهور للتعيين بسبب تحوير الأمر، ونص الأمر واضح جدا حتى في الخطة التفصيلية مكتوب سائب أعداد المعلمين والمعلمات. طالبنا السابق لنا 4 سنوات الطالب، لين لم نكن أصحاب حق ما جلسنا 4 سنوات الطالب، يعني صحيح. الأمر واضح صريح جدا جدا صحيح. ومثل ما ذكرت نعم الآن القضية في مجلس الشورى، وإن شاء الله متفائلين وعندنا أمل كبير كبير جدا إن القضية بتنحل، لأن الأمر واضح، ونتمنى ونعمل من كل مسؤول يعني وصلوا قضيتنا الوقت الصادق، يعني حقنا واضح وبأتراف كثير جدا، إعلاميين، مسؤولين في الوزارة، تربويين، الكل معترف إنه أصحاب حق، لكن من اللي واقف، من اللي ما يبي يعطينا حقنا الله أعلم، ما ندري. ومطالبنا كثيرة يا أستاذ، واضحة جدا ومعلنة علنيا، يعني الكل عارفها يعني. احنا كنا جميع اخوي عادل كنا قبل قليل يعني مع الأستاذ سيد القحطاني، ويعني شرح لنا كل المطالب التي لكم، وان شاء الله نتمنى انها تتحقق في القريب العاجل، ونتمنى انها يعني تنحل هذه القضية في عهد الدكتور احمد العيسى وزير التعليم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان طال الله في عمره. أخوي عادل البلوي شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. يعطيك العافية، بس عندي مطالبة أخيرة دكتور. تفضل تفضل. لو سمحت بس باسمي واسم جميع إخواني يعني الإداريين والإداريات المعينين بالأمر الملكي، ألف تقسيم 121 تاريخ 27-432 نناشد خادم الحرمين ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه أن ينظر لقضيتنا ويوجه من هو مسؤول عن قضيتنا لحلها إن شاء الله، ونتمنى ونعمل من كل مسؤول وصلوا أمرنا ويسمع هذا اللقاء وبيده حل الموضوع لن يقف معنا، لأن الحق واضح جدا جدا لنا، ونتمنى ونعمل الحل عاجلا ويكون حل شامل للجميع ومساواتنا بزملائنا اللي تعينوا بنفس الأمر الملكي، لأنه حق صريح واضح جدا. وبالنهاية أشكركم على إتاحة الفرصة، تعاونكم معنا والله لا يحرمكم الأجر والتوفيق، ونسأل الله أن يبشرها بكل خير قريبا يا رب إن شاء الله، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا لك أخوي عادل البلوي. أعزائنا المشاهدين، استمعنا إلى المتضررين، علينا أن نتواصل بعد قليل مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم والذي أبدت استعداده بالتعاون معنا في هذه القضية، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. بعد التنسيق المسبق مع المتحدث الرسمي الإعلامي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي، إلا أننا حاولنا الاتصال به أكثر من مرة ولم نلقى أي استجابة من الأستاذ مبارك العصيمي، والذي كنا نأمل أن يتحدث عن قضية من أهم القضايا المتداولة في هذا الوقت. أعزائي المشاهدين، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية حصادنا لهذا اليوم الخميس، نلقاكم إن شاء الله في حصاد يوم الاثنين المقبل، ونذهب الآن إلى زميلتنا ريهام الشعبان والأحوال الجوية. شكرا.
شكرا للزميل فارس القاضي، واهلا بكم في رصد النشرة الجوية بالمنطقة الشرقية، معي انا ريهام الشعبان، لكن بعد الفاصل. طقس غائم تشهده المنطقة الشرقية غدا الجمعة، تتقارب فيه درجات الحرارة طيلة 3 أيام القادمة مع بعض العواصف الرعدية، ليشهد يوم الأحد بمشيئة الرحمن يوما ماطرا حسب ما نشرته الأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني، يليه يوم الاثنين جو غائم نسبيا وتكون درجة الحرارة على مدار 3 أيام المقبلة. الجمعة العظمى 26 والصغرى 14 درجة، والسبت العظمى 27 والصغرى 15 درجة، والأحد العظمى 28 والصغرى 17 درجة، والاثنين العظمى 29 والصغرى 18 درجة. ويشهد بحر الخليج رياح سطحية شمالية غربية بسرعة 20 ل 40 كيلومتر في الساعة، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وتبقى حالة الموج متوسطة إلى المائج. هذا ما لدينا من توقعات لطقس خلال 3 أيام المقبلة، وألقاكم في رصد النشرة الجوية القادمة بمشيئة الله.